بنناقشها دايما وبنتكلم عنها دايما في علاقتنا. ناخد اول تقرير الاعلاميين وشبان المسلمين. انا انتهى بفوز الاعلاميين بهدفين مقابل هدف. بص انا مش هكدب عليك، الصعود للدوري ممتاز، لا انا ما بلعبش الصعود دوري ممتاز لان البناط بقت بعيد عليا قوي، لكن انا بلعب ان انا ربنا يكرمني ان شاء الله وافنش لاما ثالث تاني كده، لكن غير كده ما مش هكدب عليك. انا قلت لك حته الصعود، انا اكون صريح معايا، صريح معايا وصريح مع اللعيبه كمان وصريح مع النادي. مش عارف اقول لك الحمد لله على النتيجه، كل شيء الحمد لله، لكن احنا فعلا بنعاني الفتره الاخيره، بنخسر مباريات بهذا الشكل، بنبقى ماسكين كوره وبنروح على المرمى. الشوط الثاني احنا من اول ولحد الدقيقه 22 واحنا رحنا بكوره واثنين وضيعنا وثلاث، كنت متخوف جدا ان يحصل اللي حصل ده، ان اي كوره مرتده علينا على الديفنس يحصل خطا من حسم الديفنس، وده خطا مكرر مننا كل مباراه. مفاجئ ان في لاعب يخطا خطا بمثل هذا السوء تفير كره هدف علينا، ما تقدرش تعوض بعد كده. وفي اخر دقيقه في المباراه لينا كوره لو في توفيق على دماغ علاء صابر جون، لكن مش عارف ان في حاجه غلط فينا احنا في اللعيبه، انه مش ممكن يعني الاخطاء مكرره والاخطاء ساذجه. احنا الحمد لله احنا قدمنا موسم كويس، بس في ظل الظروف حصلت لنا كده يا، بس الحمد لله احنا معانا لعيبه رجاله والناس يعني بصراحه تعبانه معانا، وانت عارف لما الدنيا يعني بيحصل دروب كده للنادي او للفرقه، فاحنا الحمد لله الدور الاول كنا ماشيين بخطوه ثابته جدا وكنا ماشيين يعني تاني تالت وفرق 5 بونت ما بيننا وما بين الاول، بس انت ممكن يحصل لك ظروف كده في يعني في وسط الدوري، بس احنا الحمد لله يعني والله مقدمين موسم كويس، يعني احنا اللي على في ظل الظروف دي كلها احنا تقريبا دلوقتي يمكن ان شاء الله الخامس.